الرجاء من التالية أسماؤهم التكرم بالحضور إلى المسرح. الطالبة سهاد قنبر تحدثنا عن الإلحاد والنسوية. الطالبة سمر الفوالجة تحدثنا عن الإلحاد والثقافة. الطالب أنس كريم يحدثنا عن الإلحاد والأسرة. أرحب بكم في الجلسة الحوارية الثانية من هذا اليوم العلمي المتميز وعنوانها الطلبة والإلحاد. ولا أخفيكم أنني حاولت أن أخفي مشاعري عند الحديث في هذا الموضوع، أن أخفي نوبة الحزن الشديد التي انتابتني وعمق صدمتي. كيف لأمة استطاعت أن تخرج عشرات الملايين من البشر من براثن العبودية والجهل وشرك الإلحاد ومستنقعاته؟ كيف لهذه الأمة أن تغفو أو يطول سباتها ولعلها قد دخلت في غيبوبة عن ذاتها ومنجزاتها، حتى تسلل ذاك الفيروس الضعيف المتهالك بمبادئه وجيوشه وترسانته التي حاولت نشره وحمايته، وشلالات المال التي تدفقت لتمويله وبعثه، وملايين الكتب وآلاف المنظرين الاقتصاديين والسياسيين وعلماء الاجتماع والنفس. تلك الجهود والسنوات والترسانات لم تفلح في زراعة هذا الفيروس الضعيف في جسد الإنسانية مذهباً أو اعتقاداً، ولم تستطع أن تخفي تكلم الله سبحانه وتعالى، ولن تستطيع أن تبعد الإنسان عن فطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم، نحن في ثقة تامة من ذلك، في ثقة من نصر الله وحفظ كلمته ونصرة أمته، وإن ضعفت همتها وخارت في غفوة من الزمان قدرتها، لكن حزننا على أنفسنا أولاً، وعلى قلة من الفراش المتهالك نحو جذوة نار اشتعلت بعفن حسبها الحائرون نوراً. هل تغافلنا؟ أم انشغل مفكرونا ومنظرونا وجماعات الإسلام السياسي فينا بمعارك جانبية؟ وانشغل مجموع الأمة بصراعات مذهبية، بينما توجه المخططون والمتآمرون بسهامهم المسمومة نحو قلب هذه الأمة، التوحيد والإيمان. هل غفلنا بمجموعنا أسراً ومربين ومعاهد علمية عن أبنائنا، وتركناهم نهباً لما تبثه الشبكة العنكبوتية، وتركنا للإرهابيين والمتطرفين أن يقدموا للجيل رؤيتهم في الدين والحياة والتاريخ والآخر، فأبعدوهم عن الإسلام الناصع الحضاري الإنساني الذي يلبي حاجات الروح والنفس والجسد عبر مناظر مغلة بالدم والعنف والشطط، فجذبوا إليهم من جذبوا ورموا بالبقية إلى حالة الإنكار للأمة والدين، حين أوهموهم أن هذا هو الدين وهذا هو الإسلام. فساقتهم مشاعر رفض السلوك وضبابية المشهد وقصص الانهزام المتتالية في كافة المجالات إلى جلد الذات والهروب عن الدين سلوكاً وحضارة وعقيدة. السلام عليكم. موضوع اليوم ورقتي عن الحركات النسوية وعلاقتها بالإلحاد. يعني معلوم أن كل حركة أو تنظيم أو حزب أو جماعة يحكمها أساس نظري فكري، فكان من المناسب أن نتعرف على الأساس النظري الفكري للحركات النسوية. لن أقول لماذا هذه الورقة مهمة أو أهميتها، لعلكم ستستشفون أهميتها من يعني في نهايتها إن شاء الله. أهم قضية في الحديث عن الحركات النسوية هي الحديث عن بدايتها، كيف نشأت، ولعل الحديث عن رؤية الكنيسة للمرأة مهم قبل البدء في تشكيل الحركات النسوية. أو هذا الكنيسة في رؤيتها للمرأة ترى أنها أصل الخطيئة وهي التي أخرجت آدم من الجنة، لهذا فليس لها حق في أي أهلية قانونية أو مالية، وليس لها الحق في أن تقرأ الكتاب المقدس، وليس لها الحق أن تتكلم في الكنيسة. في رحلة الغرب نحو الإلحاد تخلص من الكنيسة وتخلص من الإلحاد، وبدأ فلاسفة الأنوار يطرحون أفكار تنويرية عن المرأة وتعليمها، إلا أنها مع هذا بقيت المرأة مضطهدة على أساس أنه حتى لو أنها لها حق التعليم لكنها كائن هش يبقى في المنزل. استمر الغرب في رحلته في الإلحاد إلى أن
إلى أن طالبت المرأة، إلى أن حصلت الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية الكبرى كانت خيبة أمل كبيرة للمرأة في الغرب، لأن المرأة في الغرب يعني أقصى ما قدمته لها الثورة الفرنسية هو أن سنت قانون بأنها قاصرة الأهلية. قاصرة الأهلية أي ليس حال لها حق في أي تملك مالي أو قانوني أو حضانة أولاد أو طلاق أو أي أو العمل أو التعليم. في هذا التوقيت بالذات ظهرت الموجة النسوية الأولى، اللي هي زيادة مطالبات المرأة بحقوقها في مجتمع لا يعترف أصلاً بإنسانيتها. يعني الكنيسة كانت تفكر هل هي إنسان أو غير إنسان، وكانت التداولات أنها يعني إنسان في النهاية استقرت وجد لخدمة الرجل. بعض أدعية خطباء المساجد للأسف هي أحد النماذج على ضرب مفهوم الأسباب. يعني إحنا أنا بفهم إنه الدعاء بالتوفيق، الدعاء إنه الله ينصر المسلمين بأخذ بالأسباب، بفهم كل شيء، أما إنه والله كل النتائج تكون بيد الله ومن دون مساهمة منا إحنا، هي مشكلة. طبعا ما حبيت أذكر بعض الأدعية لأنه بخاف تفهم خطأ، بخاف إني أفهم خطأ. الدعاء له مكانه كجزء من منظومة الأسباب، أما أن يكون هو كل الاتكال عليه فهو في إشكالية كبيرة. إضافة شرحنا للدين، بعضنا لما يجي يشرح الأولاد صلي الله بيعطيك علامة كاملة، بيصلي الولد بروح برسب، يعني آسف عم نعطيه رسالة صلي وكون جاهل، بديش أحكي كلمة مش لائقة، لأنه للأسف يعني الأولاد عم بيجربوا ما نقوله وعم بيلاقوه مش موجود، فكلاته هذا عم بيقدر تشويه فكرة الإله فيه والخالق في أذهانهم. طبعاً غير موضوع الأدعية وجيبها مع فلل ومسابح وإلى آخره، يعني ربط إنه إذا أنت أطعت الله رح تصير إيش، حياة عالمية استهلاكية إسرافية أمريكان دريم. هذه المصطلحات لها تاريخها ولها دلالاتها، وبعضها خطورته متعدية ومتعددة، قاصرة على الحرية الشخصية، بل بعضها فيه تجاوز إلى المجتمع وله أثر على الاعتقادات والسلوكات. غالبية الناس بحكم فطرتهم وبحكم تدينهم الفطري يرجعون إلى علماء الشريعة أو إلى طلبة الشريعة أو العلماء المتخصصين من خارج سلك الشريعة، ممن لم يفصلوا بين علومهم وبين خالقهم وبين معرفتهم وبين دينهم. لذا ارتأت الكلية ممثلة بعمادتها الفاضلة أن يكون هذا اليوم في فقراته الرئيسية مسلطاً الضوء على أمر لا أقول أنه أصبح ظاهرة، ولكن له صداً متوسط بين الطلبة وهو ظاهرة الإلحاد. وهنا أحبتنا، طبعاً أنا لست صاحب ورقة، لكن جيد أن نعلم ما السبب الذي دعانا إلى أن نكون في مثل هذه الجلسة. معلومة قصيرة من مثلي في موقفه ينبغي أن يذكرها لعل الخير يكون فيها. ظاهرة الإلحاد، من يدرس التاريخ يعرف أن ظاهرة الارتحاد كما سمعتم في الفيديو هي ظاهرة شبه نادرة أو مستثنى أو فردية أو شاذة عبر تاريخ البشر. غالبية البشر عبر العصور السحيقة يؤمنون بإله، لكن مع أمور زائدة. هناك من عدد، وهناك من كان وثنياً مع الإله، وهناك من آمن بإله الخير والشر، إله النور والظلام، هناك من آمن مثل بعض اليونان بإله البيج بوس نسميه، وتحته آلهة يحكمها، وصراع بين الآلهة، تعدد ووثنيات وإلى آخره. لكن فكرة إنكار وجود الخالق عبر تاريخ البشر حسب معظم الدارسين ظاهرة قليلة نادرة منزوية، بل أصحابها حتى في بعض المجتمعات اليونانية كانوا مضطهدين لا قيمة لهم على الرغم من وثنية اليونان. هناك نقلتان أو تاريخان لهما وزن كبير، جيد أن تكون الصورة في ذهننا. ما حصل من ردة فعل تجاه الكنيسة فيما يسمى بالدارك ايجز اوف ذا تشيرش، عصور السوداء للكنيسة الأوروبية أو العصور الوسطى الظالمة، ردة فعل الناس تجاه الدين أبرز ما نعرفه عنها هو العلمانية. لكن هناك ظاهرة فرعية، بعض الناس لم يتركوا دين المسيحية إلى الإيمان فقط، بعضهم أصبح متوجها بشكل أكبر إلى موضوع الإلحاد. لكن النقلة الكبرى حسب اطلاعي في تاريخ البشر حينما أصبح الإلحاد ذا سطوة وقوة هو بعد الثورة البلشفية،
بعد الحكم الشيوعي البلشفي في 1917 وما بعدها، حينما ربط بالنظرية الاقتصادية المادية الماركسية إلى آخره، فأصبح الحديد والنار والقوة والإعلام والعدد والمال والعدة والعداد بحكم السيف يحكمون ليلزم الناس. فقتلوا في بدايات سنواتهم حوالي 85 مليون نسمة ليثبتوا الأركان. فلما ظهرت الأجنحة بقوة الحديد والنار لا بقوة الفكرة ولا بقوة الحق، الآن اختلفت المعادلة، لا لأنها حق بل لأنها منحت القوة بفعل فاعل. لذا حصل مثل هذا الأمر، وحصل الشد والجذب والمع والضد ما بين ما يسمى الأبس أند داونز. الآن بعد ذلك ألحد كثير من الناس وربما العلماء، وكما يعرف أساتذة الفيزياء وسيكون أول متحدثين في هذا، هناك عبارة، أنا لست متخصصا في الفيزياء، لكن يقال أن كثير من علماء الفيزياء يدخلون عالم الفيزياء ملحدين ولا يخرجون منه إلا مؤمنين. فالآن العلوم التي كانت تستخدم مع نظرية داروين وأشباهها لتثبيت الإلحاد في الناس انقلب السحر على الساحر. الآن العلم هو الذي يقود العلماء إلى الرجوع إلى الله. تاريخ كبير مليء بكثير من المعاني، فيها كثير من المعاني، لكن لأجل مثل هذا كما قدمت في البداية أصبح هناك شد وجذب وكلام مع ضد. ومن خبرة المتواضعة فيما أختم يا أحبة، ولماذا اخترنا هذا العنوان الذي ترونه هنا، الموضة والإلحاد، أنا كشخص متخصص في مقارنة الأديان والمسيحية تخصيصاً وموضوع العقائد والإلحاد، ويشاركني زملاء كثر، حصل عندنا أن نتعرض لعشرات الأسئلة بل مئات ربما في الشهر من الطلبة، وبعضنا يأتي بشبهات إلحادية، وبعضنا قد اعتنق الإلحاد من وجهة نظره، وبعضنا جاء مستفسراً أو مهاجماً، أو بعضهم يأتون بأصدقائهم لنعينهم. اكتشفنا من خلال الواقع ما يلي، أن عدداً لا بأس به مساكين طيبون جهلاء لا يدرون عما يتحدثون، نسبة. نسبة أخرى يا أحبة، وهذا سبب جزء من العنوان، موضة. Simply it's just a fashion. يعني أعذروني بدي أحكيها كما أخاطب طلبتي في الجامعة، بيجي بناقشني بقعد بحكي معاه يمين يسار كذا لآخره، بيطلع بالأخير for the sake of showing off، يعني سمع الحوالي عدمه مع الاحترام للكل، كله إلحاد إلحاد إلحاد، وكان منزويا لا ينظر إليه أحد. فلما سأل سؤالين في الإلحاد هجم عليه الناس لينقذوه من براثن الكفر، فاهتم به فوجد لذة الاهتمام، فقال لك بعدين بعض الأحيان صار ملحد، البنات ياي ملحد كتير كتير نايس، ملحد كول، ملحد كول إلى آخره، خشينا بدوامة صار إلها بعد نفسي. بعضهم لا أعمم طبعا، هؤلاء أنا جلست معهم، جلست معهم وأعرفهم، فهذه فئة. فبعضهم فعلا هي موضة، وبعضهم أنا جلست مع عدد لا بأس به منهم يعانون من مشكلة اجتماعية أسرية، عنف أسري، مشاكل، توفي عزيز، فقد كير إلى آخره، مرض إلى آخر ردة فعل، من وجهة لم يجدوا الله معينا لهم كما يتصورون في تلك اللحظة، فكانت ردة الفعل الله غير موجود. جاءني أحد طلبتي، وناقل الكفر ليس بكافر، لكن أذكر لكم الواقع، قال لي يا شيخ هو الله مش ملاقي بالكون حدا غير يحط حطاطه منه بالحرف، قال لي هو فيش عنده إشي يتسلى فيه إلا أنا. هذا كان خطوة للقفز لما بعدها، هؤلاء عنده مشكلة شخصية نفسية بينه وبين الله. والفئة الأخيرة فعلا يبحثون عن الحق، قرأوا كتابا فتثار عندهم تساؤل، كتاب بالعلم بالفيزياء بالفلسفة أصبحت عندهم تساؤلات حقيقية. لكل هؤلاء وللفئة الأخيرة كانت هذه الجلسة. لكن يا أحبة لابد من كلمة، كثير من الناس كانوا يتساءلون على الإيفنت على الفيسبوك، هل هذه قاعة أو جلسة مناظرة؟ الجواب لا، نحن لم نأتي هنا لنناظر أحدا ولا نثبت شيئا على شيء، هذا يوم علمي لكلية، حق الطلبة على كليتها أن يتنوروا ويتوعوا ليحملوا العلم ليكونوا جسر عبور للآخرين. هذا طبعا لن يمنع بعد نهاية الجلسة أن يكون عندنا جلسة أسئلة وأجوبة هنا من العلماء الأفاضل، لكن لم نأتي هنا لعقد المناظرات الطويلة، ونعدكم بجلسات قادمة بإذن الله يكون فيها بإذن المولى عز وجل ما يسركم. وختاما يا أحبة،
أقسم بالله وأتحدث نيابة عن زملائي وزميلاتي، إن كان يجلس بيننا من هو غير مؤمن أو يعتنق الإلحاد عقيدة، أقسم بالله أننا نحبكم، وأقسم بالله نيابة عن زملائي أننا نعشق لكم الخير، وما أخبركم به الإعلام من أن المتدينين يكرهونكم هو كذب ومحض افتراء. إنما الرسالة التي نحملها هي لب الرحمة، ونسعد إن كان بيننا ممن لا يعتقد بوجود الإله هو ضيف وهي ضيفة عزيزة بيننا الآن، نجلس لنستمع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل الرحمة والتوفيق والقبول والسكينة على قلب كل من يجلس في هذه القاعة، ومن كان منا قد دخل بنية غير النية التي نويناها أن يعدل رب القلوب هذه القلوب بإذن المولى عز وجل. أعتذر. أعتذر عن الإطالة. عندنا جهابذة وعمالقة كل في تخصصه، ويدري ويحار المرء من أين يبتدئ. طبعاً البروتوكولات في احترام الضيف الخارجي وكبير السن، ولا ما بدك نعترف بالعمر دكتور؟ أستاذنا وحبيبنا وضيف الجامعة الذي نسعد به دائماً، الأستاذ الدكتور محمد باسل الطائي، أستاذ الفيزياء الكونية في جامعة اليرموك، والحاصل على الدكتوراه من جامعة مانشستر البريطانية عام 1978، وكانت رسالته حول اللحظات الأولى لخلق الكون من وجهة نظر فيزيائية. طبعاً هنا أنا أقول بعض الإخوة والأخوات الملحدين يظنون أن مشايخ الشريعة لا يتحدثون إلا فقط بمنطلق الآيات القرآنية وكذا، هذا جزء من العلم. أحبتنا من بريطانيا، وكانت رسالته حول اللحظات الأولى لخلق الكون، وقد حصل على البكالوريوس من جامعة الموصل بالعراق عام 1974، وألف كتابا حول نظرية النسبية الخاصة والعامة عندما كان طالبا في مرحلة البكالوريوس، وطبعته جامعة الموصل. وأستاذنا الفاضل ترجم كتاباً في الجسيمات الأولية عندما كان طالباً في مرحلة البكالوريوس، وطبعته له جامعة الموصل. له 9 كتب أخرى، أهمها صيرورة الكون، مدارج العلم، معارج الإيمان، وله اهتمام كبير في علم الكلام الإسلامي، وله مشروع تجديدي لعلم الكلام، وطرحوا في كتابه دقيق الكلام والرواية الإسلامية لفلسفة الطبيعة، ترجم إلى الإنجليزية مؤخراً. وختاماً له كتاب سيصدر الشهر القادم بإذن الله باللغة الإنجليزية بعنوان God, Nature and the Cause. رحبوا معي بالأستاذ الدكتور محمد باسل الطائي، أستاذنا الحبيب الفاضل الذي سيحدثنا 15 دقيقة بإذن المولى عز وجل عن جانب العلم الطبيعي في النظر لموضوع الإلحاد. كثير من التوصيفات التي تخص العهد القديم والعهد الجديد في الغرب سحبت على الأديان، وصار بعض الناس ومنا المسلمين يتصورون أن القرآن الكريم مساوي للكتب السماوية، يسموها سماوية، اللي هي كانت سماوية لكن للأسف تغيرت. لذلك احنا يجب ان نفرز بين حقائق الأديان اولا قبل حقائق العلم، حقائق الأديان والتمييز بين حقائق الأديان وحقائق العلم بعد ذلك، والتمييز بين الحقيقة والباطل في العلم نفسه. كثير من الشباب الملحد للعلم ما مفتهم نهائيا دينه، ما مفتهم تراثه الإسلامي. البارحة استمع الى محاضرة، او بالحقيقة هي مقابلة، لأكبر علماء الفيزياء المعاصرين ستيفن واينبرغ، مقابلة معه حديثة جديدة. يقول في أثناء المقابلة عندما سأله عن العلوم الإسلامية وكيف أن العرب والمسلمين ساهموا بالعلوم، قال له والله ساهموا بشكل ممتاز، لكن بالقرن 11 الميلادي أو كذا جاء رجل اسمه أبو حامد الغزالي، ألف كتاباً يفند فيه العلوم الطبيعية،
يقصد تهافت الفلاسفة. من يتكلم هذا؟ ستيفن واينبرغ. يكررها من؟ يكررها نيل تايسون غراسي اللي حكى عن تاريخ العلم في العالم الإسلامي ومدح ثم ذم أبو حامد الغزالي وقال ألف كتابا يقول فيه أن الرياضيات عمل أو رجس من عمل الشيطان. هو قال عمل من أعمال الشيطان، يقصد رجس. الحاصل كله افتراءات. كثير من شباب نما يوم أمس دخل على مكتبي في إربد في 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 جامعة اليرموك 3 صبايا واثنين من الشباب، فقالوا احنا سمعنا في اليوم العلمي لكلية الشريعة في فما نقدر نجي، بس عندنا مجموعة من الأسئلة يعطوني اياها بالحقيقة مكتوبة كمان، الأسئلة نريد ان تجيب عليها. اول سؤال، من خلق الله مثلا؟ هذا السؤال على فكرة يتردد، هذا السؤال يكرره ريتشارد دوكنز ويكرره حتى غراسي اللي اشتهر مؤخرا، او كراوس، لورنس كراوس يكرره، ستيفن واينبرغ، كل الملحدين. لماذا تقبلون بكون مخلوق له خالق ولا تقبلون بخالق للخالق؟ فقلت لهم طيب أنا راح أجاوبكم جواب غير تقليدي، وربما راح أطلب مقدما الاعتذار من أساتذة الشريعة الأجلاء وشيوخ الشريعة الأجلاء. أطلب مش الاعتذار لشيء، أقول لهم طولوا بالكم علي، طولوا بالكم، لأنه أنتم الملحدين راح أجاوبكم، بس ربما أساتذة الشريعة ربما بالوهلة الأولى يزعلوا، بس لما يراجعوا نفسهم لا ما راح من هس. قلت لهم تسلسل السبب والنتيجة السببية يستمر إلى ما لا نهاية. من أوجد هذا التلفون؟ كفلان. ومن أوجد المصنع الفلاني؟ فلان. ومن أوجد وما تستمر، نسميه ببساطة infinite regression، يعني تسلسل لا نهائي في الأسباب والمسببات، في الأسباب والمسببات. إن إحنا إذا نستمر بهذا نقدر نقول نعم من خلق الخالق. لكي نقطع المسألة نقول هنالك خالق لم يخلق من شيء ولا عن شيء ولا أوجده شيء، يعني ما له خالق. قال بس هاي فرضية. قلت له فرضية؟ هون راح يزعلوا أساتذة الشريعة. قال يعني الله فرضية؟ قلت له الله فرضية، الله الخالق فرضية، بس استنى، هاي طريقة العلم في الحقيقة، أنك for the sake of argument، لغرض الحجة، إقامة الحجة. أما أنت تأمل هاي الفرضية مقبولة ولا ما مقبولة؟ أنت عليك أن تبدأ من مكان ما يا سائل. يجب أن توافق على أو تسمح لي بأن أفرض الفرضية، وهو السبب غير المسبب، هو مسبب ولكن ليس مسببا، هو خالق ولكن غير مخلوق. لازم نبدأ من هذا المكان ثم نتأمل ثم نتدرج ثم نصل إلى وقائع أو نستعرض الوقائع اللي في هذا الكون. هاي مسألة من المسائل. قلت له مثلا لابلاس، بيير لابلاس، عندما سأله نابليون بونابارت، طبعا بيير لابلاس من كبار الفيزيائيين القرن 19، ألف كتابا ضخما عنوانه ميكانيكا السماوات بثلاثة أجزاء، وأعتقد موجود باللغة الإنجليزية، هو مترجم أيضا بالجامعة الأردنية وموجود باليرموك، أهدى نسخة منه إلى نابليون بونابارت. نابليون شو سوى؟ يعني نابليون مش فيزيائي، ولا قلب الكتاب هيك، شاف، صور أنه كتاب في الدين أو
فاستغرب ودع على لابلاس قال له مسيو لابلاس أنا تصفحت كتابك وبجدية ولم أجد ذكرا لله نهائيا في هل حوالي 2000 صفحة. قال له يا سيدي الكريم إن هذه فرضية لم أجد لها فائدة في ميكانيكا السماوات وتقدير ميكانيكا السماوات لأن كل شيء قدر يحسبه بالمعادلات فلذلك لم استغنى عنه يعني استغنى عن الإله. قلت له فإما تقبل تصير مثل لابلاس ترفض الفرضية أو تقبلها. قلت له بس من حسن حظي وليس من حسن أيضا حظك ربما أيضا من حسن حظك إذا 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 فتحت عقلك راح تكتشف إنه فرضية لابلاس سوري موقف عفوا موقف لابلاس هذا كان صحيح لغاية عام 1927 عندما وضعت معادلة شرودنجر وأسس ميكانيك الكم تأسيسا صحيحا كوانتم ميكانيكس أو ما يسمى بعلم الكوانتم يسموه بالدارج لما أسس لهذه العلم الجديد علم الذرات والجزيئات والنواة والجسيمات الأولية أصبحت فرضية تصور لابلاس حتمية لابلاس يسموها حتمية يعني الكون واجب الأشياء والأحداث في الكون واجبة بمصطلح الشريعة إذا كانت ديترمينستيك فلذا أشكر لذلك قلب ميكانيك الكم مفهوم الحتم إلى مفهوم اللا حتم وتبين لنا أن الحتم الظاهر الوجوب الظاهر لقوانين الطبيعة أو قوانين الكون هو ليس صحيحا وإنما قوانين الطبيعة وقوانين الكون لا حتمية إنما هي جوازية قائمة على الاحتمال probability يعني أو التجويز ما يسمى بالتجويز في علم الكلام يعني جائزة ممكنة الكون ممكن ليس واجبا حوادث الطبيعة ممكنة وليس واجبة احتراق القطن بالنار وأنا فيزيائي ممكن وليس واجب في حقيقته برغم أن القطن لما أحطه بالنار 100,000,000,000,000 مرة ستحترق. أتحدث أو الحديث عن الإيمان والإلحاد أو الإلحاد بين الموضة والاعتقاد بمعنى من الجانب العقلي بمعنى دور العقل في الإيمان وفي الإلحاد والتركيز على الإلحاد بطبيعة الحال. أقول أولا المؤمن أبدأ من المسلمات البديهية للجميع المؤمن والملحد هو الإنسان وبالتالي معرفة حقيقة الإنسان أو بعض على الأقل جوانب حقيقة الإنسان مهم في موضوع الوصول إلى النتائج السلوكية له أي الإلحاد أو الإيمان. هذا أولا. لو بدأنا طبعا بعد ذلك الإنسان يعيش في مجتمع في بيئة أسرة مجتمع مدرسة وبعدين في وسائل اتصال إلى آخره كل هذا داخل تحت كلمة بيئة اجتماعية إلى آخره. أيضا هذه البيئة لها مدخلها في الإيمان والإلحاد فحاولنا أن نحصر بصورة عامة دون الدخول في التفاصيل الأمر الإيمان والإلحاد في عاملين الإنسان نفسه بطبيعة تكوينه وعناصر التي سأشير إليها بإيجاز والبيئة أيضا بما فيها من متغيرات ومعتقدات وعادات تقاليد إلى آخره. طيب نبدأ بالإنسان. الإنسان أولا حينما يولد لا يعلم شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا على كل حال هذا يقرره العلم بجانب ما ذكره القرآن الكريم والمشاهدة وما إلى ذلك ولكن الإنسان يولد مزوداً
باستعدادات شتى، استعدادات قابلة لأن تتحقق وتتجسد في سلوك الإنسان مع تطور نموه. مثلاً عنده استعداد الكلام يولد لا يتكلم، عنده استعداد للتعلم للمشي للقفز، عنده استعداد للتفكير، والتفكير هو انتقال من مقدمات إلى نتيجة. هذا الشخص الذي أنكر وجود الله هو الحاكم الذي مارس الطغيان والاستكبار في الأرض والفساد في المجتمع ومصادرة الحريات وقتل الناس وتمزيق المجتمع إلى فئات وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض. يعني لما غاب التوحيد انتشر الفساد، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. مارس القتل إن فرعون وجعل أهلها، مارس التمزيق الطبقي للمجتمع، فئات مقربة وغير مقربة، مارس الإبادة البشرية يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. الإلحاد أدى إلى الفساد. ولعلي في هذا المقام أستذكر كلمة زودني فيها الأستاذ محمد العبادي ممن كان ينظم هذه الندوة في كتاب اسمه الوصايا العشر وحقوق الإنسان، ويقصد بالوصايا العشر الوصايا التي أشار إليها القرآن الكريم ودعا إليها جميع أنبياء الله تعالى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهي موجودة في الكتب السماوية الأخرى كلا تقتل لا تزني لا تسرق إلى غير ذلك. ماذا يقول صاحب هذا الكتاب وولتر هارلسون؟ يقول عندما ابتعدت المجتمعات الغربية عن هذه الوصايا خسرت الكثير ووقع فيها الكثير من الفساد وانتشر فيها الجرائم وانتشرت فيها المخدرات وانتشر فيها اللقطاء وانتشرت فيها العنف. لقد خسرت المجتمعات الغربية كثيرا عندما غابت الوصايا العشر فيها. ماذا يعني هذا؟ يعني عندما غاب الإيمان غاب الأمن، عندما غاب الإيمان انتشر العنف، عندما غاب الإيمان فسدت المجتمعات الإنسانية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لأجل ذلك أنا أقول الدعوة إلى الإلحاد والحرب على الدين ليست حرباً على الدين فقط، الحرب على الدين هي حرب على الإنسان نفسه، وهي حرب على القيم والأخلاق والمبادئ والمعاني التي تضمنها الدين ومن شأنها إصلاح الحياة الإنسانية. لأجل ذلك الإنسانية كلها مدعوة أن تدافع عن نفسها وأن تتصدى لحركة الإلحاد. وبنتصدى لحركة الإلحاد باللهجة اللي حكاها الدكتور أمجد، بلهجة المحبة، وأننا نود خيرهم ومصلحتهم ومنفعتهم، ولأننا جميعا نسعى إلى مصلحة الإنسان فلا بد أن نطالب بالرجوع إلى قيم الدين ومعانيه. الرتبة الأولى هي الضروريات، وهي التي لا تقوم حياة الإنسان إلا بها، من حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل.
والمرتبة الثانية هي الحاجيات، وهي ما يفتقر إليها الإنسان للتوسعة عليه. وتحت هذا الباب جاءت أحكام التي فيها رخص للمكلفين وتيسير لهم في حياتهم. والمرتبة الثالثة هي ما عرف باسم التحسينيات، وهي الأخذ بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. طرح الدعاة الجدد، مش كلهم، بعض الدعاة اللي يصفوا أنفسهم بالتنويريين والحداثيين، صار عندنا بعض الإلحاد الذي لا يمكن إلا أن يمر على جسر هؤلاء. بالأمس كان متشكك ولا له علاقة، فجأة صار سلفي، فجأة راح عجبوا الداعية التنويري، فجأة صار قرآني، فجأة صار ملحد. أحدهم قال عن أحدهم أشكر فلان الفلاني، بديش أعمل له دعاية، بعض المتابعين بيعرفوا عمي عم بحكي. واحد فيهم قال أشكر فلان الفلاني الذي أخرجني من الصندوق الذي لا زال هو قابعا فيه، مع أنه اللي كان عم بيحكي عنه أشكره شايف حاله مفكر وموسوعة ومش عارف وفلاش درايف متنقل في الخطب والمنابر، لكنه بطل عاجبه لأنه هذا الداعي التنويري مش عارف أنه في الحقيقة خاطب في هذا الشاب تأليه العقل. الإلحاد هو الميل ومنه اللحد، ولهذا عليه السلام قال الشق لغيرنا واللحد لنا، أو اللحد لنا والشق لغيرنا. إذا حفرت في القبر مستطيل وضعت الميت، هذا هو الشق. وللأسف احنا في الأردن أغلبنا بدفن هيك، منهي عنه هذا. اللحد أن تحفر من جهة القبلة بعد حفر المستطيل ثم تضع الميت في جهة القبلة ثم تهيل ما تشاء من التراب أو الحجارة. اصطلاحا هو إنكار وجود الله والغيبيات، ولكن أطلق الإلحاد ككلمة أيضا في المصطلح على بعض العناوين، منها إنكار بعض صفات الله الذين يلحدون في أسمائه. أطلق على الزنادقة، بعض الزنادقة الذين كانوا يتحدثون عن طواف المسلمين بالبيت قال يطوفون به كما يطوف الحمار بالرحى. أطلق على القائلين، أو بعض الناس أطلق على القائلين بوحدة الوجود فقالوا إن الله موجود مثل الهواء، مع أنه هذا طبعا كلام غريب لأنه إحنا في عندنا مفرغات هواء، فمن الذي قدر إذا كان الإله هو الهواء، من فرغ هذا الهواء؟ وأطلق على الإلحاد في الحرم. الملحدون لهم أسماء متعددة، منها الدهريون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأطلق على الطبائعيون الذين قالوا بالطبع. يجب أن نفرق، لأنه مظلة الإلحاد أو اللادينيون تشمل أصناف عديدة، وحتى ضمن دائرة الملحدين هنالك أصناف مختلفة من الملحدين. هنالك يعني مثل ما أشارت الورق، ربوبيون، لا أدريون، في ملحدين شو يعني بدهم يستعرضوا، في ملحدين عن قناعة، في ملحدين، وبالتالي السلة كبيرة جدا، لكن كلها تؤشر إلى وجود حالات في خروج من الدين أو خروج على الدين. عندما حاولت أن أجيب على هذه الأسئلة قلت إنه ليش ما نفهم ما جرى في العالم العربي وخاصة في الخمس سنوات الماضية. ما جرى في العالم لا يمكن طبعا أن نفهم الظواهر مثل داعش، مثل التنظيمات الإرهابية، مثل الإلحاد، مثل الشول الجنسي اللي بيصير الآن في العالم العربي، كلياته هذا إلا إذا فهمنا الكلية ما حدث في العالم العربي في خمس سنوات. أنا بسميه انفجار داخل التاريخ العربي الإسلامي. حدث كما يحدث أي انفجار في الطبيعة، حدث انفجار داخل هذا العالم العربي الإسلامي. في لحظة ما اكتشف الإنسان العربي أنه وصلت فيه الأمور إلى حد لا يستطيع أن يحتمل أي شيء، ضغوطات، انسدادات، قهر، مطالب لم تلبى، حاجة إلى الحرية، وصل إلى فوهة الانفجار فانفجر. الانفجار أنا أعتقد هو شبيه بانفجار الطبيعة، مختلف في الجغرافيا، مختلف في من مكان لمكان حسب الخصوصيات. لم يكن ما حدث ثورات، وإنما كان انفجارات، لأن الثورة تستدعي أن يكون في رأس يقود، في جسد يتحرك بشكل منتظم، لكنه كان انفجارات. الانفجارات حتى أختصر حدثت في ثلاثة مجالات مهمة. المجال الأول مجال السياسي، المجال الثاني المجال الديني، والمجال الثالث المجال الجنسي. وأنا آسف يعني أني بتحدث بهذه الصراحة، لكن هذا ما حدث بالمناسبة في الثورات على مدى التاريخ. كل هذه الثورات كانت معظم
أو يعني المرتكزات اللي قامت فيها مثل هذه الثورات أو الانفجارات كما حدث عنها في هذه الأقاليم الثلاثة. كل هذه الأقاليم ما علاقتها بالإلحاد؟ احنا نتكلم عن الجانب السياسي. أنا بعتقد أنه في ارتباط بين ثلاث أشياء، بين الدين وبين الإلحاد وبين السياسي. وبدي أخلص وأقول أنه ما حدث في العالم العربي من حالات إلحادية، وبالمناسبة يعني مش الإشكالية في العدد، قديش عدد ملحدين في العالم العربي، يعني بجوز يكونوا يعني أعداد بالآلاف أو غير قادرين على إشهار أنفسهم. المشكلة في الكيفية أولاً، في الخطاب، والمشكلة في من يتبنى هذا الخطاب،